بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا الانلاين كلاس، كان مفهوم لذيذ وبسيط وصغير، هناخده بس مع الانترفيس، ازاي بيشتغل معانا مع الانترفيس وايه التدخلات بتاعته هو والانترفيس. فهعرف انترفيس كده بسيطة، مثلا نسميها شيب، شكل هندسي او شكل ما، وهخش جواها ديامتر واعرفه ان هو دبل، واعرف مثلا الاريا مساحه مثلا، وهعرفها ان هي بتريتيرن دبل، بس دي فانكشن ودي بروبرتي. ايش اللي عم تستفهم؟ مظبوط. بس اي شيب ديامتر واريا بس بيحسب الحسبتين. وعرفت بعد كده انلاين كلاس سميته سيركل، سيركل الدايره، سيركس او سيركل الريديوس، الريديوس اللي هو بتاع الدايره دوت، اللي هو الار يعني، اللي هو القطر بتاع الدايره، وبياخد انبوت ليه كبرايفت فاليو سميته سيركل ريديوس، وده نوعه دبل اللي هو بالنسبه لي القطر ده، خلاص. وهي بتورث من الايه، من الشيب، يبقى لازم يكون فيها الايه، الديامتر والاريا. طيب طبعا هو قال لي لازم تعمل الاثنين دول، طالما انت ايه بتعمل انهيرت من الشيب. قلت له ماشي، هنعمل اوفررايد للديامتر فال، هدوس انتر خلاص ماشي. قال لي شوف بس الجيت هتعملها ازاي. قلت له لا، انا هجيب القيمه على طول مباشره، لان هي المعادله بتاعتها بسيطه جوه الجيت. ماشي، مفيش مشكله. الجيت بتاعتي هي عباره عن اثنين، المعادله الرياضيه المشهوره يعني، الاثنين في طه بترجع لي الديامتر ده. طيب والاريا اوفررايد للفانكشن اسمها اريا، ممكن اقول برضو بتساوي على طول من غير ما اعملها بين القوسين يعني، كطريقه مختصره، ولا دبل ولا بتاعه، بيساوي حاصل القيمه اللي هتريترنها على طول، اللي هي كانت تقريبا 22 على 7 في اللي هي 2.14% في السيركل ريديوس، في السيركل ريديوس اللي هي اس 2 يعني، دي بتحسب الاريا. مش مهم المعادله الرياضيه يعني خالص، بس انا اقصد ايه، انا كل الفكره كلها ان انا عملت انترفيس وجيت عملت انلاين كلاس، والانلاين كلاس دوت خليته يورث من الانترفيس، وعادي جدا بيقدر يشتغل باكتر من عمليه، ما عندوش اي مشكله، ما عندوش مشكله في ان هو يقدر يشتغل على بروبرتيز او فانكشنز عادي جدا. لما جيت عرفت بقى المين فانكشن، عرفت سيركل، وعرفتها ان هي نوعها سيركل ريديوس، وبعت الريديوس مثلا ب 3.5، وهطبع بقى ايه الديامتر، واطبع الايه الاريا، فاقول له هنا سيركل دوت ديامتر، وناخد كابي منها بيست، وبعد كده نطبع مين الاريا، الاريا برضو سيركل دوت اريا. تمام، وتعالى كده الرن، المفروض يشتغل معانا عندي، مفيش فيه مشكله زي ما احنا شايفين كده، طلع لي الديامتر وطلع لي الاريا بدون مشكله. دي شكل برضو اخر من استخدامات الايه الانلاين كلاس، بسبب ان هو يستخدمه مع الانترفيس بالشكل ده زي ما احنا شايفين.